نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زارت المرأة قبره عليه الصلاة والسلام فهل تأثم بذلك؟ نعم، لا تجوز للمرأة زيارة القبور، لا قبر النبي ولا غيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فيدخل في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم، قبر صاحبيه، فمن فعلته فهي آثمة ومستحقة للإثم، عليها التوبة، إلا أن تكون جاهلة فتعلم ويبين لها ذلك. والواجب منع النساء من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرجال. نعم.